عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على الغوات. تقال النهاردة هيبقى الفيديو دوت سؤال وجواب. الأسئلة اللي رفعناها امبارح، يعني الناس كل واحد اللي عنده سؤال سأله، والنهاردة بإذن الله في الفيديو ده هنجاوب على كل سؤال اتسأل. أول سؤال معانا بيقول لي: أنت عندك كام سنة وخاطب ولا لأ؟ أنا عندي 21 سنة ومش خاطب. وبدأت في الحمام إمتى وإزاي؟ أنا بدأت في الحمام من وأنا عيل صغير، كنت بربي حمام تحت في الورشة عند أبويا تحت، فكنت معلق عيون بتاعت حمام زي كده. كنت واحد صاحبنا غاوي هنا كان عاملها لي، كنت معلقها كده، وكانت اول حمام بدأته كان كله كريزليات وجمعيات. واول حمام طيرته طار مني كده هو، يعني انا اللي فاتح له، فتحت له وراح خارج بره الورشة كده وفضل يطير وانا كنت بجري تحتيه. طبعا ايام يعني. واول نوع ربيته ايه؟ قلت لك الكريزلي والجمعيات. وايه افضل نوع بتحبه بالنسبه لك؟ انا عن نفسي بحب البنايده، يعني كل واحد بيبقى ليه نوع بيرتاح له. انا برتاح للبنايده او بحبها او، وهي على فكره اللي رجعتني للحمام. واحمد بيقول: قول اسمي. طبعا احمد يعني برضو من الناس الكويسه ومعانا ومتابعنا ومشرفنا في القناه. ازاي اخلي البقر يحب النتايه والعكس؟ طيب ازاي تخلي الذكر يحب النتاية؟ قلناها قبل كده في فيديو، قلنا بتعمل عملية تشويق ما بين الذكر وما بين النتاية، يعني بتحط الذكر مثلا في العين ديت والنتاية في العين ديت فشايفين بعض. بعد بقى ما بتعمل عملية التشويق ديت بترجع بعد كده ايه، يعني بتدي للذكر سيلينيوم، بتدي للنتاية الاوميجا 3 وبتديها مرة واحدة سيلينيوم، وبعد كده بترجع تلاقيهم لبعض تاني. بعد تكون الذكر مشخر على والنتايه زايفه، فبتدخلهم لبعض، اول ما بتدخلهم لبعض بياخدوا بعض على طول وما بياخدش وقت عندك. وهتلاقي برضو فيديو شرح بالتفصيل عن الحوار ده كله. السؤال اللي بعد كده، محمد هاشم بيقول لي: يا عم مش قلت لك نزل لي فيديو في المنتدى تخلي الناس تخش تشترك عندي؟ محمد هاشم على فكره يا جماعه من القنوات الكويسه، انا دخلت بصيت عنده القناه محتوى بتاع عصافير وكده، فعايزين ندعمه، وهسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعته في تحت الفيديو هنا. خشوا اعملوا اشتراك وفعلوا له الجرس عشان ندعمه. اي حد بيعمل محتوى مفيد بندعمه. واحد بيقول لي: انت بتفرخ الحمام ازاي؟ بجوز الحمامتين وهم بيشتغلوا مع بعضيهم، بس اهم حاجه بتهتم بالكالسيوم وبتهتم تهتم بالكالسيوم والتحديق والحاجات ديت كلها علشان تشتغل معاك الحمام زي الفل، وما تلاقيش حاجه حصلت معاك كده في وسط الموسم. عندي زغاليل شقلباص طلعت من البيض بعد 12 يوم، ده من ايه؟ انا مش عارف بصراحه ده من ايه. طلعت بعد 12 يوم، دي حاجه حلوه جدا، يعني دي حاجه كويسه طالما طالعه وصحتها كويسه، مفيش اي مشكله. يعني طالما طالعه الزغاليل صحتها كويسه زي الفل، مفيش اي مشكله، خدت 12 يوم، يبقى انت كده عندك كان الجو حر جدا جدا جدا، وكمان الاهالي كان جسمها سخن، فبالتالي يعني بدل ما البيضه تاخد درجه حراره 32 خدت مثلا درجه حراره 35، فطلعت بدري عن معادها. بس واحد بيقول لك: بقالي ياما بدي السيلينيوم وكل حاجه والحمام ما بطش. انا مش عارف ياما دي قد ايه. هو الحمام بياخد من 10 ايام ل 15 يوم، تمام، وبتدي السيلينيوم مش وهم واخدين بعض، انت بتعزل دوت ودوت، وبتدي ده السيلينيوم لوحده، وبتدي النتايه الاوميجا 3 ومره سيلينيوم، وبعد كده بترجع تلاقيهم لبعض، ما تديهمش السيلينيوم وهم مع بعض، تمام. رقم الواتس بتاعي موجود على القناه وهحطه لكم تحت الفيديو ده. انا شايل الزغلول بقالي اكتر من اسبوع، والزغلول عنده شهر ونص ولسه ما بدوش، مش عارف اعمل ايه. طيب الزغلول بقاله شهر ونص وانت شايل الزغاليل من تحت الاهالي بقالك اسبوعين. طيب الاسبوعين دولت عادي، ممكن لسه ما اشتغلش، ممكن الحمام ياخد 3 اسابيع، تمام، فبيكون هو بيريح نفسه في الفتره ديت. الحمام ممكن يريح نفسه برضه بنفسه، يعني انت مش مريحه فهو هيريح نفسه بنفسه، بياخد فتره بس كده ايه يريح، عشان هو عمال ياكل في زغاليل وعمال ولسه هيشتغل وهيحص تاني، فبياخد فتره راحه بس كده. انت اشتغل معاه السيلينيوم واعزلهم، ريحهم يومين كده اهوت، واشتغل مع الدكر فيتامينات والنتايه فيتامينات، وادي للدكر سيلينيوم والنتايه اوميجا 3، ورجع لاقيهم لبعض تاني باذن الله يشتغلوا عندك ومش هتلاقي اي مشاكل، تمام. في واحد اسمه ابراهيم
هو كاتب السؤال انا مش فاهمه بصراحة، فانت حاول يعني في تحط لنا سؤال تاني عشان نرد عليه في الفيديو الجاي بإذن الله. كده ما فيش اي اسئلة تاني، كده كل الاسئلة ردينا عليها الحمد لله. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله، واللي عنده سؤال يسيبه في الكومنتات تحت.